اللي خد الدوري، بس كله بقى على التاني والتالت والرابع. طبعا لغايه الاسبوع الاخير هيفضل الرابع. تشيلسي خلاص بقى التالت ضمن تماما، يعني حتى لو نزل بقى الرابع. لكن ليستر عنده ماتش صعب مع توتنهام، وليفربول عنده طبعا ماتش سهل نوعا ما في اخر ماتش في الدوري. فالمركز الرابع انا متهيألي هيروح لليفربول اعتقد، والله اعلم. يعني ليستر عنده توتنهام اخر ماتش، توتنهام محتاج المركز الكام؟ ليفربول هياخد المركز الرابع من ليستر في الاخر، هياخد في اخر ثانيه، لان ليستر عنده اخر ماتش، كان عنده الاسبوع اللي فات تشيلسي وخسر بعد ما كسب الكاس طبعا، وعنده الاسبوع الجاي توتنهام، وتوتنهام محتاج الماتش، عايز يخش اوروبا ليج، لان توتنهام خسر الجوله دي، كان كاسب 1-0 وخسر من استون فيلا 2-1، فمحتاج الماتش جدا.